بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الـ GSF Life Cycle والـ EDF Life Cycle. برضك من ضمن الأسئلة اللي بتتسأل كتير جدا في الانترفيو، إيه الفرق ما بين الـ EDF Life Cycle وإيه الفرق ما بين الـ GSF Life Cycle؟ أو قول لي إيه هي الـ EDF Life Cycle أو قول لي إيه هي الـ GSF Life Cycle. طيب تعالى كده يعني خد الموضوع بمنتهى البساطة، الرسمة دي بسيطة جدا وسهلة جدا وهتفهمها دلوقتي إن شاء الله. بص كده الفكرة كلها في ايه. انا كلاينت، انا جهاز، والله انا راجل اهو قاعد فرحان بنفسي وعندي براوزر كده ظريف، وحبيت اخش على ويب سايت معين. الويب سايت ده وليكن البيج اللي موجودة فيه مثلا، يعني كانت بيج سيرش، صفحة سيرش كده موجودة، تمام، اوكي، فيها بوتوم، فيها تكست فيلد هنا هيتكتب فيه داتا معينة، وفيها بوتوم اسمه سيرش، وفي بوتوم وليكن مثلا في حاجة معينة ممكن تعمل edit، ماشي كده. لو دوست على البوتوم اللي اسمه search ده المفروض هيأثر هنا على البيج دي ويجيب search منها بناء على التكست فيلد اللي هنا. لو دوست على الايديت ده هيروح لصفحة تانية وليكن مثلا موجودة فيها عملية الايديت مثلا، تمام، اوكي. طيب انا راجل هنا كنت عندي URL، كتبت URL، عملت ريكوست، والريكوست دي راحت على الجهاز السيرفر. السيرفر ده موجود عليه جي اس اف. ايه هي الخطوات اللي هتحصل؟ اوكي، اول خطوه هعملها ان انا حطيت اليو ار ال وقمت اتصلت بالسيرفر. السيرفر اول صفحه عليه وليكن هي الصفحه دي. الصفحه دي احنا بنقول عليها كمصطلح كده يو اي 3 كومبوننت، بنقول عليها ايه؟ يو اي 3 كومبوننت، يعني الكومبوننت اللي عليها، اللي هي عليها بوتوم وعليها تيبل وعليها انبوت تكست وعليها وليكن مثلا ليست اوف فاليو وعليها كذا، تمام. يبقى اسمها ايه؟ يو اي 3 كومبوننت. اول خطوه هعملها لما ده يطلب ريكوست للصفحه هيشوف هل كان في سيشن ما بيني انا كيوزر، يعني ده اول طلب، يعني اف ان دي اول مره هنا ضغطت هنا اليوزر ده في سيشن اصلا ما بيني وما بين الويب سايت ده ولا او الويب ابلكيشن ده ولا لا. ان كيس هعتبر ان ده اول مره، يعني اول دوست هنا يو ار ال معين وليكن مثلا اتش تي بي مش عارف سمارت دوت كوم، تمام. فاول لما دوست سمارت دوت كوم دخلت هنا، ده كان اول مره اطلب فيها الويب ابلكيشن ده ولا لا. اول مره يعني معناها ان اليو اي 3 دي انا ما شفتهاش، تمام. فبتبتدي هنا في الميموري اخد اوبجكت من الصفحه دي، يطلع لي ال HTML بتاع البوتوم ده والبوتوم ده والتيبل، تمام، ويرجع حاجه اسمها ريندر ريسبونس مره تانية للراجل اللي هو قاعد على البراوزر اللي هو www.smart.com. فايه اللي يحصل لما يطلع الريندر ده ويرجع له؟ هيظهر له تيبل، وهيظهر له البوتوم والبوتوم التاني والتكست فيلد اللي هو على السيرفر. شيء طبيعي لما تطلب فيسبوك بيجي لك، بيروح، تمام، اوكي، للسيرفر يجيب الداتا اللي موجوده عليه. دي بنقول عليها حاجه اسمها ريستور فيو. يعني ايه ريستور فيو؟ يجيب ياخد حاجة object كده في الميموري أو instance في الميموري من الداتا ويطلعها على أي HTML ويرجعها تاني لليوزر. دي اسمها إيه يا جماعة؟ restore view. يبقى أول خطوة بيعمل restore view، تمام. طب أنت أوكي طلبت smart.com، يعني استهبلت كده قمت كتبت تاني مرة على الـ URL smart.com تاني، هتريستور الفيو مرة تانية، يعني هتبتدي تاخد انستنس مرة تانية من الـ UI component تعمل initiate وهكذا؟ لا خلاص، هو ريستور، هو موجود في الميموري، هيعرضه لك على طول، تمام. اوكي، دي الايه؟ السيشن، ده أول مرة أنت عملت سيشن أو دخلت على الأبلكيشن ده، تمام. يبقى عملت ريستور فيو، وبعد كده بدوره عمل ريندر مرة تانية ورجعه لليوزر. اليوزر ده ظهر قدامه تكست فيلد عشان يقدر يعمل سيرش، فكتب هنا وليكن مثلا اي حاجه، كتب هنا اي حاجه اي دي اف وليكن، او كتب اي كلمه. الكلمه اللي هو هيعملها دي هتروح تعمل حاجه اسمها
apply request view، يعني والله انا عايز الراجل ده حط في التكست فيلد دي حرف الايه وعمل سيرش، عايز يجيب كل البرودكت اللي بتبدأ بحرف الايه، فهنا هيعمل حاجة اسمها apply request view. الـ apply request view ده معناها ايه؟ ان هو هيروح على الموديل بتاعي، على المكان اللي فيه الداتا، على الداتابيز يعني بمعنى مثلا يعني، او على البيزنس كومبوننت طبعا في حالتنا، او في الجي في الاي جي بي او ايا كان الوسيط ما بينه وما بين الداتابيز، تمام كده؟ يروح يابلاي الريكوست ده اوكي عليه، يبتدي في الابلاي ريكوست ياخد الفاليو اللي هو حطها يابلاي بيها الريكوست ويحطها في التكست فيل، ويبتدي يحاول يسيرش. اول قبل ما يسيرش نفسه هيبتدي يعمل يشوف بروسيس فاليديشن، هل هو مدخل في الدات في التكست فيل دي بيانات بشكل صحيح، يعني مثلا هنا ده الاسم هو حط رقم 3 ولا رقم 2 ولا حاطط اسم فعلي، تمام اوكي، فحاطط مش حاطط اسم فعلي وحصل اكسبشن معين في الداتا اللي هو دخلها في السيرش مثلا او في الطلب اللي هو طلبه، تمام، تقوم لو حصل الفاليديشن البروسيس فاليديشن دي ما نجحتش، ما لقاش ان الداتا دي valid، يعمل ريندر مرة تانية، يروح تاني للريندر ويرجع تاني لليوزر ويقوم الداتا بتاعته غلط، في اكسبشن معين ضرب. طب اوكي، لقى ان الموضوع سليم وكل حاجة والدنيا زي الفل، يبتدي يعمل حاجة اسمها ابديت للموديل. يعني ايه ابديت للموديل؟ يبتدي بقى ياخد الفلدات اللي هو عايزها يملى بيها التيبل ده، خلاص ده سيرش عن حاجة فيها حرف الايه، مجموعة فاليو، فيبتدي يملى له التيبل ده، تمام، وبعدين يبتدي يعمل مرة تانية ريندر ويروح للراجل ده، ده لأن هو إيه طلب حاجة فيها سيرش، فمن أبديت الموديل جاب الحاجة بتاعته وراح عمل ريندر ورجع له تاني. طب افرض الراجل ده دوس على الزرار اللي هو الإيديت، يعني اليوزر ده دوس على زرار الإيديت، يعني هيعمل نافيجيشن، هيعمل نافيجيشن، يبقى هنا بعد ما يمر بنفس الخطوة إن هو يأبلاي الريكوست ويبروسيس الفاليديشن ويأبديت الموديل بتاعه، يبتدي يروح على invoke application. invoke application دي هي المسؤولة عن عملية الايه؟ النافيجيشن، فيبتدي فعلا ينافيجيت من بيج للبيج التانية ويطلع ريندر ويروح برضك لنفس الحاجة، يعمل ريندر للبيج ويروح لليوزر، تمام؟ دي اللايف سايكل باختصار شديد بتاعت ال GSF. يوزر طلب بيج، حصل انستنس من الداتا اللي موجودة، تمام، وتعمل ريندر راحت له، فلقى ان هنا في فعلا تكست ومش عارف ايه وبوتومز وهكذا، داس على بوتوم او داس او كتب حاجه في التكست فيلد دي، هيعمل ابلاي للريكوست فيو، يبتدي يملأ فعلا التكست اللي عنده في السيرفر بفاليو معينه ويشوف الحاجه دي فاليد ولا لا، طلعت فاليد يابديت الموديل، يجيب الداتا دي فعليا ويبتدي مثلا سي كان يملى بيها تيبل، يطلع له داتا، يطلع له اكشن او هكذا، تمام، ما لقاش ان هي فاليد يرجع له تاني على الريندر ويقول له لا الداتا بتاعتك فيها اكسبشن محدد، تمام. طب هو هنا ابديت وطلع داتا، فممكن يحطها على طول ويرندر ويرجع له داتا. طب الطلب اللي هو بيعمله الريكوست اللي هو بيعمله ده عايز يطلب صفحه تانية بدلاله بيان محدد اديت مثلا في فاليو معين، يبقى التالي هيروح ينفوك الابلكيشن، تمام، ويجيب الصفحه ويرندر ويرجعها برضه للايه للكلاينت. دي اللايف سايكل باختصار شديد بتاعت ال جي اس اف. لايف سايكل خفيفة أو بسيطة، ريستور فيو، بعد كده هي أبلاي الريكوست، تمام، بعد كده هي فاليديت، هيشوف الكلام ده فاليد ولا لأ، لقى إن فاليد هي أبديت الموديل، بعد كده هي انفوك الأبلكيشن، وبعد كده هي ريندر. ممكن بقى وانت بتوضح للشخص اللي بيسألك قول له والله هو هيريستور الفيو وبعد كده هيعمل ريندر للكلاينت، وبعد كده ياخد الريكوست فيو يشوف الفاليديشن بتاعها، لو لقاها فاليد هي ابديت الموديل، لو لقاها مش فاليد هيرجع تاني يعمل ريندر بالاكسبشن، تمام، لو الموضوع فيه عمليه نافيجيشن هي انفوك الابلكيشن ويعمل ريندر، لو لقى هي ابديت الموديل ويعمل ريندر ويرجع تاني للكلاينت، تمام. كلام بسيط جدا وكلمتين خفاف، تمام، ركز فيهم مش حفظ، تمام، ركز فيهم، هي لايف سايكل، هي لفه، تمام، اوكي، سايكل لازم يمشي فيها. طبيعي ان انا هاخد الداتا،
تاني معلش لو بكرر في حاجات دي لان هي مهمه في الانترفيو. تاني هعمل ايه؟ انا كلاينت عملت ريكوست، الريكوست ده هيتاخد هيروح على ريستور فيو، يعرض اليو اي 3 تمام، ممكن ياخد انستنس منها ويرندر للكلاينت، ظهرت للكلاينت الداتا تمام، ممكن عمل هيعمل ابلاي ريكوست وهيعمل ريكوست، هيحصل عندي ابلاي ريكوست فاليو، الفاليو اللي هو حطها تمام، ممكن هعمل عليها فاليديشن، بروسيس فاليديشن، البروسيس فاليديشن دي عدت اوكي، هابديت الموديل، ما عدتش هرندر مره تانية وارجع الاكسبشن. طب الفاليو اللي هو عاملها في عمليه نافيجيشن هينفوك الابلكيشن واعمل رندر. هنا بيقول لي ده الجي اس اف فيسز وده الاي دي اف. ايه اللي بيحصل بقى في الاي دي اف؟ ملاحظين ان في حاجات مشتركه، يعني ابلاي ريكوست فيو وابديت موديل تمام، والرندر اوكي برضه هيحصل رندر، وانفوك الابلكيشن برضه هيحصل عمليه انفوك الابلكيشن، بس في تفاصيل زياده شويه في الاي دي اف. ده ليه؟ عشان موضوع بقى حاجه اسمها بايندنج كان هنيجي نتكلم عنها، ووريدي ان ده مبني على موديل معينه اللي هي الاي دي اف بزنس كومبوننت، ولازم يروح يشوف فيه فاليديتور. في الجي اس اف كان الفاليديتور مثلا عامله على اليو اي، لا ده هنا في فاليديتور معمول على اليو اي وفي فاليديتور معمول على الموديل، فالدنيا بتبتدي تكبر شويه، بس اللايف سايكل في الاول وفي الاخر تعتبر واحده. طب ايه اللي بيحصل؟ برضه نفس القصه، كلاينت طلب حاجه، عمل ريستور للفيو، ظهر اليو اي كومبوننت 3 تمام، عمل انيشيت للكونتكست، الكونتكست دي اي حاجه عندي على البيج فيها ليها كونتكست، سواء انتيتي كونتكست على اليو اي كونتكست وهكذا، الكونتكست ده اللي فيها كل حاجه موجوده عندي في الابلكيشن تمام، عمل انيشيت للكونتكست، هيعمل بريبيرت للموديل، يعني هيشوف الحاجه اللي هو عايزها دي موجوده في اني موديل تمام. انا عندي هنا في الاي دي اف في عندي حاجه اسمها اي دي اف بايندنج، في عندي حاجه اسمها بايندنج، البايندنج اللي هو الداتا كنترول، لما بسحب من كومبوننت معينه بوديها على بيج محدده، حاجه اسمها بيج ديفينيشن تمام اوكي، فيبتدي يروح يبريبير البايندنج، يشوف الحاجه دي اللي هو طالبها بناء على البايندنج اللي موجود ده هيجيبها من اني موديل، هيجيبها منين بالظبط، البيج دي مرتبطه باني ابلكيشن مديول تمام، لقى ان ده جاي من ابلكيشن مديول محدده وهكذا تمام، يرندر مره تانية للكلاينت، الكلاينت حط فاليو معينه هي ابلاي الريكوست تمام، وبعد كده يعمل الفاليديشن يشوف الحاجه دي فاليد، مدخلها فاليد ولا لا، يجي يعمل ابديت للموديل فاليو، هنا الموديل فاليو في بقى هيعمل هنا فاليديت على الموديل فاليو نفسه، يعني اوريدي بعد ما يعمل ابلاي للموديل فاليو تمام اوكي، هيفاليديت الموديل فاليو، يبقى هنا اول مره فاليديت على اليو اي، عدت على اليو اي فاليديتور، بعد كده راحت على الموديل بقى الفيو اوبجكت ده عليه فاليديشن معينه تمام اوكي، عليه بزنس رول معينه زي ما احنا شفنا، على انتيتي على اتريبيوت معين وهكذا، فعمل هنا عمليه فاليديت للموديل ابديت، وبعد كده لقى ان الدنيا خلاص هو ده اللي هو محتاجه، مجموعه الداتا هيرندر ويرجع، لقى في نافيجيشن هينفوك الابلكيشن نافيجيت، هينفوك الابلكيشن، هو مثلا دخل فاليو وعمل عليها كوميت، فكده هيحصل ترانزاكشن، هينفوك الابلكيشن لو في نافيجيشن او في عمليه ميتا داتا كوميت، هيدوس كوميت على فاليو معينه عشان يخزنها في الداتا بيس، وبعد كده يعمل عمليه رندر ويظهر للشخص الاخر او الكلاينت الداتا. هي دي بمنتهى البساطة يا جماعة اللايف سايكل، سواء بتاعت الـ EDF أو بتاعت الـ GSF، بتمر عندي بريستور فيو، في الـ EDF بيبريبيرد بس، بتخلي حاجة اسمها بايندنج تمام اوكي، إن شاء الله هنشوفها إن شاء الله الفيديو الجاي في شابتر 12، موضوع بقى الـ Page Definition والـ Binding وإيه فكرة الـ Binding دي والـ Iterator والكلام اللي إحنا هنتكلم فيه ده إن شاء الله كله، وبعد كده بيأبلاي الـ Request View، ياخد الـ request view من الشخص اللي apply ويعمل عليه validation تمام، تروح بعد كده ي update بيها الموديل بتاعه، الموديل نفسه عليه validation، هيشوف الـ validation دي سليمة ولا مش سليمة، يعني ينفع يطلع بيانات بناء على الـ request اللي هو طلبه ده ولا لأ، لأ إن تمام هيعرض
تمام، لان هو طالب، مش طالب داتا، ده هو بيعمل اكشن معين، كوميت او هكذا، تمام، يدخل يابديت الموديل، يدخل الفاليو دي في الموديل نفسه، تمام، وبعد كده يموف الابلكيشن عشان يعمل الترانزاكشن، هي كوميت او رول باك او ايا كان، او ديليت او خلافه، تمام، وبعد كده يجهز الريندر ويرجع تاني للكلاينت. ده كده بمنتهى البساطة يا جماعة الفرق ما بين الـ GSF Life Cycle والـ EDF Life Cycle، تمام؟ إن شاء الله الفيديو الجاي بقى نتكلم عن حتة يعني إيه يبريبير الموديل هنا، ويعني إيه ويفاليديت، يعمل GSF Process Validation، وبعد كده يعمل Validate Model Update، يعني إيه دي ويعني إيه دي؟ لما نيجي إن شاء الله ناخد حتة الـ Binding، أو إن شاء الله اللي هي موضوع الـ Batch Definition. السلام عليكم ورحمة الله.